السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتحدث عن مرض البروسيلا كونه أحد المخاطر في تربية الحيوانات في المزارع. البروسيلا هو من الأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان، ويعرف هذا المرض في الإنسان بالحمى المالطية أو الحمى المتموجة أو حمى البحر المتوسط. أما في الحيوانات فيعرف كذلك بالإجهاض المعدي الساري. المسبب هي بكتيريا البروسيلا، وهي من البكتيريا سالبة الجرام، ولها عدة أنواع: البروسيلا المجهضة وهي تصيب الأبقار، البروسيلا المعزية وتصيب المعز بشكل رئيسي، البروسيلا الخنزيرية وتصيب الخنازير، البروسيلا الكلبية وتصيب الكلاب بصورة رئيسية. طرق انتقال العدوى عند الحيوانات: الحيوانات المصابة هي مصدر العدوى الرئيسي، وخاصة الإناث المجهضة التي تطرح العامل المسبب عن طريق الأجنة المجهضة والمشائم والسوائل والإفرازات الرحمية والإفرازات المهبلية والحليب. الاتصال الجنسي بين الحيوانات السليمة والحيوانات المصابة يؤدي إلى انتقال المرض من الحيوانات المصابة إلى السليمة. التلقيح الصناعي إذا كان السائل المنوي ملوثا بجراثيم البروسيلا. تناول أعلاف أو مياه ملوثة بجراثيم البروسيلا. تنتقل عن طريق الأغشية المخاطية خاصة ملتحمة العين عند تلوثها بالجراثيم. كما تنتقل العدوى عبر الجلد من خلال الجروح والسحاجات والخدود. كلاب المزرعة والقوارض يمكن أن تلعب دورا وتنقل المرض. بعض الحشرات الماصة للدم تلعب دورا في انتشار الإصابة بين الحيوانات وبين المزارع. الأعراض عند الحيوانات: تتراوح فترة المرض أو الحضانة ما بين 14 إلى 180 يوما أو أكثر. الأعراض الرئيسية للمرض هو الإجهاض، ويكون الجنين المجهض محتقناً ولدينا احتباس مشيمي يتبعه التهاب في الرحم. أما عند الذكور، التهاب الخصيتين في الفحول وتضخم كيس الصفن، تورم والتهاب المفاصل في الفحول، عقم دائم أو مؤقت للإناث أو الذكور، تضخم العقد اللمفية. يتم تشخيص المرض مخبرياً بأكثر من طريقة، نذكر منها اختبار روزنبنجال وهو اختبار سريع الحقل السريع، أما الاختبار الأكثر حساسية هو اختبار الإلايزا. بالنسبة للعلاج، لا يوجد علاج فعال للمرض حتى الآن، حيث أن المعالجة بالمضادات الحيوية ممكنة في الحالات الفردية، وتتراوح فترة العلاج من شهر فأكثر، ولكن في الحالات الوبائية الجماعية تصبح المعالجة دون جدوى اقتصادية. وكذلك لا ينصح بمعالجة الفحول ذكور الحيوانات المصابة رغم تسجيل بعض النجاحات، والأفضل التخلص من الحيوان لأنه يبقى مصدرا للعدوى. كيف تكون الوقاية من مرض البروسيلا عند الحيوانات؟ تطبق إجراءات الأمن الحيوي مثل إخضاع حيوانات المزرعة للفحوصات المخبرية والعمل على ذبح الحيوانات التي تبدي نتائج إيجابية. اتباع الإجراءات الصحية من تعقيم وتطهير الحظائر الولادة وحظائر الأمهات، التخلص الفني من الأجنة المجهضة، والقيام بإجراءات التطهير. بعد أن تحدثنا عن مصدر العدوى وأعراض العدوى عند الحيوانات، سنتحدث عن مصدر وطرق العدوى عند الإنسان. يصاب الإنسان بالبروسيلا عند الاحتكاك المباشر بينه وبين الحيوان المصاب، حيث تنتقل العدوى عن طريق الجروح بالجلد أو ملتحمة العين أثناء مساعدة الحيوانات المصابة أثناء عسر الولادة. تحدث العدوى للأطباء البيطريين والفنيين أثناء التعامل مع الحيوانات المصابة ومع العينات المصابة أو أثناء تشريح الجسة. تناول اللحوم النية للحيوانات المصابة ولا سيما الكبد والطحال، علما بأن الطبخ الجيد يقتل الجراثيم. شرب الحليب الخام من حيوانات مصابة دون غلي أو بسترة يمكن أن يؤدي إلى انتقال العدوى للإنسان. ينتقل كذلك عن طريق استنشاق الغبار الملوث بجراثيم البروسيلا أثناء معالجة صوف شعر الحيوانات المصابة. وفي حالات نادرة جدا ينتقل من إنسان لآخر عن طريق نقل الدم، نقل الأعضاء، أو من أم مصابة إلى طفلها الرضيع. الأعراض عند الإنسان: فترة الحضانة من بين 10 أيام إلى 30 يوما، وقد تطول إلى عدة شهور. وتكون الأعراض: ألم وتورم في المفاصل وألام في الظهر، حمى متموجة، صداع وتعرق غزير في الليل بخاصة، آلام عامة في العضلات والعظام، تورم والتهاب في الغدد الليمفية، تورم الخصيتين عند الذكور، وإجهاض أحيانا عند الإناث. تكون الوقاية من المرض
باتباع إجراءات الأمن الحيوي الخاصة بالعاملين، مثل توعية العاملين وأصحاب المزارع بطبيعة المرض وطرق انتقاله، اتباع الإجراءات الصحية عند التعامل مع الحيوانات المصابة والأجنة المجهضة، واتباع طرق التعقيم والتطهير المناسبة. غلي الحليب أو بسترته، طبخ اللحوم جيدا قبل استهلاكها، وعلى العاملين في المخابر أن يتخذوا كافة الإجراءات الصحية اللازمة لمنع انتقال المرض لهم. بالنسبة للعلاج، يبدأ علاج الشخص المصاب بعد تشخيص المرض مباشرة، وذلك بالمضادات الحيوية المناسبة تحت إشراف طبي بشري، وتتراوح فترة العلاج من شهر فأكثر حسب الحالة الصحية للمريض وحسب الجزء المصاب. إن مرض البروسيلا يكتسب أهمية في مكافحته، كونه يسبب خسائر اقتصادية للمربين والعاملين في مجال تربية الحيوان، وذلك من خلال خسارة المواليد والأمهات المصابة، بالإضافة لارتفاع تكاليف عملية التعقيم والتطهير للمزرعة، ارتفاع تكاليف علاج الأشخاص المصابين بالمرض وطول فترة العلاج من جهة أخرى.